أحيانا تحتاج الشعوب إلى من يجدد وطنيتها. وحده الزعيم علي عبد الله صالح أعطى درسا هاما لأبناء الشعب كافة من خلال كلمته التي ألقاها من أمام حطام منزله، ووجه رسائل كبيرة كان يحتاجها أبناء الشعب خصوصا في هذه المرحلة. أولا أنا أوجه التحية إلى كل أبناء الوطن الأعزاء، وإلى كل المواطنات، وإلى كل الأطفال. هذا العمل عمل غير مبرر ومستهجن ضد الشعب اليمني، وأنا واحد من الشعب اليمني، فلن يكون الاستهداف لي هو استهداف للوطن واستهداف لكل المواطنين. فقد استهدفونا من صعطة حتى عدن، ومن حضرموت حتى ميدي، فهو حرب إبادة، حرب ثار وحقد على الشعب اليمني. فأنا أدعو إلى اليقظة والصمود، إلى اليقظة والصمود لكل أبناء الوطن، وعليكم أن تحملوا أسلحتكم على أكتافكم ورؤوسكم على الأكف لمواجهة هذا العدوان الصلف. هذا العدوان أنا أستطيع أقول أنه عدوان جبان. تفضلوا على الأرض، تحركوا وسنستقبلكم استقبال رائع. أما مراجمة بالصواريخ والطائرات، هذا ما تحققوش أي الأهداف التي تريدوها. أنا أحذر الاستمرار في هذه المغبة العدوانية على الشعب اليمني. أنا أتوقع أنها ستقتلب الموازين، ستقتلب الموازين جملة وتفصيل في المنطقة. وأنا أحذر وأنذر كل من يعمل في الداخل كجواسيس لهذا العدوان البربري. فعلى كل المواطنين اليقظة في الحارات والقرى والعزل والمحافظات لمواجهة الأخطر، هو الأخطبوط الذي في الداخل. هذه الخلايا النائمة الآن ستصحو، فعليكم أن تواجهها بحزم وبقوة في حالة أن تقوم بأي اختلالات أمنية. أنا لن أكون قد تحالفت مع أنصار الله، ولكن سأعلن اليوم ومن هذا المكان أن الشعب اليمني كله سيتحالف مع كل من يدافع عن مقدرات الوطن. سيتحالف كل القوى السياسية الخيرة وكل الشجعان وكل المناضلين. فأنا أعزي أسر الشهداء الذي سقطوا من أول الحرب إلى حتى اليوم، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل. وعليكم يا أبناء سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين من يناير أن تصمدوا مهما كانت الخسائر. هذه البيوت، هذه المنازل سنعوضها، والمدافع التي دمروها سنعوضها، والصواريخ التي ضربوها سنعوضها، والطائرات التي حطموها سنعوضها. المهم سلامة الرجال وسلامة الأطفال وسلامة النساء. تحية لكم في كل مكان في الداخل والخارج. وأنا أعلن الآن باسم مؤسسة الصالح تبرع بمليون دولار للمنقطعين في القاهرة والهند وفي أي مكان في العالم لعودتهم إلى أرض الوطن. تحياتي مرة أخرى لكل أبناء الوطن. شكرا. رجل وطني حكيم، هكذا أثنى المواطنون على الزعيم صالح، مشيدين بصموده وهو يتلقى الضربات الجوية في منزله وبين أهله، مؤكدين أنها دليل على وطنيته وحبه لهذا الشعب، معتبرين استهداف منزله وقصفه مرتين استهدافا لليمن أجمع. كان رجلا بحجم الوطن، واستطاع من خلال موقفه الشجاع أن يثبت للشعب اليمني وللعالم أن اليمن رجال. كلمة الزعيم أمس على شجاعته وصموده وصمود الشعب اليمني، تمام، في الأول والأخير، وهذا قهر الأعداء مهما كان. والدليل على ذلك أنهم أسوا وضربوا من جديد مكان قد تم تدميره ودكه، وهذا ولد عندهم حالة من السيرية والنوع من الزهايمر بشكل عام. كما قال الزعيم أمس يوم أمس على أنه أحد المواطنين في أمانة العاصمة وأحد مواطني الجمهورية اليمنية، فاستهدافهم لمنزل الزعيم يعتبر هو استهداف لمواطني الجمهورية اليمنية. الزعيم صالح في كلمته توقع تغير الموازين جملة وتفصيلا في المنطقة،
وهذا ما زاد من حماس المواطنين وافتخارهم بوجود رجل حكيم يقدم مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية في ظل وجود الخلايا النائمة التي لا تريد الخير لهذا الوطن. علي عبد الله صالح هو الذي أثبت يعني بكلمة أمس أن الرجل الوحيد الذي صمد اليمن وذي مشيها تمام، ما هو لا ما بش منهم كلهم. زعيم حقه حقيقي ويكفي أنه رفع رؤوس اللي جالسين بالخارج اللي بيذاعبهم بالشوارع في مصر وفي الأردن وفي كل مكان، وهذه تحسب للزعيم. غارتان على منزل الزعيم قابلها هبة شعبية قدمت الأرواح فداء للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أكد أن استهداف منزله وروحه كأي روح ومنزل لأي مواطن يمني. ما حدث في اليومين الماضيين رفع من شأن الرئيس الحميري اليمني الأصلي، لا تقولوا الزعيم بل الرئيس الأصلي الذي هو فعلا دار اليمن على مدى سنين ووصل باليمن إلى ما وصل إليه، وهذا الرجل دخل التاريخ، وكلما أرادوا أن ينهوه أو يقضوا عليه بيقضي الله عليهم. لم يخون بلاده ساعة الخوان الباقين سافروا ولاد ولا الخارج، باقي مناضل في بسط وطنه بروحه بماله بأولاده، ونحن نشكره على كل ما فعل لأجل الوطن، ونحن متأسفين على خسارة رجل لم نعرف مثل الرجال بعده. ألقى الدرس بكل شموخ بعنوان الوطنية عزة وإباء، لكن هناك من لم يرد الاستفادة من هذا الدرس مفضلا الرسوب والبقاء في مكانه خارج الدرس وخارج الوطن. سامي الحجري، اليمن اليوم.